ولعل العلاقات الشعبية في البحرين برغم الواقع التعددي هي من أهدأ وأفضل العلاقات التي تعيشها شعوب الأمة في داخل كل منها، رغم المحاولات الحثيثة التي يدأب عليها الإعلام المرئي والمسموع والمقروء بدفع سياسي، وتصر عليها أعمدة مخصصة في صحف يومية على الأخذ بهذا الشعب في اتجاه الانقسام الحاد وحالة الاحتراب التي لا ترحم. المعركة في الساحة العربية معركة واسعة وكأنها طويلة الأمد وللأسف الشديد، وتدار بأيد خارجية وأدوات من الداخل من أنظمة سياسية يرتبط وجودها بالخارج، ولا تجد لها رصيد بقاء في الأمة، وجماعات عميلة ارتباطها نفس الارتباط، وأخرى من صناعة إسلامية لكن فاتها من الإسلام ما فاتها. الرموز المنتسبون للحراك الشعبي من جمعيات سياسية وأفراد يعلنون رفضهم للعنف من كل الأطراف وينادون بالتزام المنهج السلمي، والحكومة تمعن في ممارسة العنف وتتمسك بلغة الإرهاب قولا وعملا. الجمعيات تدعو للإصلاح وتقدم رؤية واضحة لما ترى فيه حلاً في هذا الاتجاه، والإجابة على هذا الطرح ممارسات من الحل الأمني القاسي على الأرض على يد الجهة الرسمية، واستمرار في انتهاك حقوق الإنسان وتوسع في بعض صوره. لقد أعقبت تجربة العقر المرة التي جسدت مثالاً صارخاً من العقوبة الجماعية والاستهانة البالغة بحق المواطنة وكرامة الإنسان تجربة قاسية أخرى هي التي مورست في حق المهزة وطال أمدها، وقد عجت بعدد هائل من الاقتحامات والمداهمات في الساعات الأخيرة من الليل وفي صورة مخلة بالدين والخلق والحياء وحتى القانون، كما تفيده البيانات المتعلقة بوصف الأهالي من أهل القرية نفسها. وانضاف إلى مشهد العنف الرسمي والتضييق على الحريات الملاحقات غير الدينية وغير القانونية لشعيرة محرم هذا العام بصورة مبالغ فيها وبأساليب استفزازية متعددة، ووصل التجريم والإدانة للنطق بآية من آيات الكتاب الكريم أو رواية تاريخية من روايات ثورة كربلاء أو شعار من الشعارات المأثورة عن الإمام الحسين عليه السلام. كان المناسب بعد صدور وثيقة اللاعنف من قبل الجمعيات السياسية المعارضة، بل قبل ذلك، أن تصدر وثيقة مماثلة من قبل السلطة تخاطب قوات الأمن وكافة الأجهزة الأمنية والمعذبين والمهاجمين للبيوت الآمنة في الساعات الأخيرة من الليل، والذين يغرقون المناطق السكنية بالغازات السامة والخانقة ولو من غير سبب أصلا. ولكن لا شيء من ذلك واقع، والأمر جار على خلافه. كان المناسب واللائق أن توصيات لجنة تقصي الحقائق المستقلة والتي قد تعهدت الحكومة بتنفيذها قد أنجز تنفيذها مهمة المحاسبة والمعاقبة للمعذبين ومصدري الأوامر بالتعذيب والقتل، وأنهى ظاهرة المداهمات الليلية لبيوت الآمنين في صورتها الخارجة على مقررات الدين والخلق والقانون، وأعاد كل المفصولين إلى مواقعهم وأخلى السجون من كل المحكومين باعترافات أخذت تحت التعذيب، وسهل خروج المسيرات الاحتجاجية السلمية من دون مشاكل وعراقيل وملاحقات وعقوبات. كان المنسجم، كان الطبيعي، كان المناسب أن يحدث كل ذلك، ولكن لا شيء من ذلك واقعا، والأمر جار على عكس ذلك. وقد عاد انتزاع المرأة في ظلمة الليل من فراشها ومن بين أهلها
إلى الواجهة إلى المعتقل، عاد هذا إلى الواجهة من جديد. وفي مصادمة شديدة لهذه التوصيات تم منع المسيرات والتجمعات ومطلق صور الاحتجاج. أليس في ذلك كله ما يكشف ويؤكد النية الرسمية والتصميم الرسمي وتوجه السياسة الرسمية، وبخطوات عملية ملموسة على إبقاء مشكلة هذا الوطن بكلفتها الباهظة على كل وجوده وفئاته وحاضره ومستقبله وثروته وإنسانه؟